لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم اسكراب بالقهوة هنعمله للبشرة وللجسم ككل. تابعوا كل كلمة وكل حاجة هتتذكر في الفيديو، لأن مهم جدا طريقة استخدامه أهم من طريقة تحضيره. هو بثلاث مكونات بس، كل احنا محتاجينه معانا كمكون أساسي طبعا هي القهوة بس. خلونا نبتدي معانا بمعلقة سكر كبيرة. ممكن جدا تستخدم السكر البني أو السكر الأبيض أو السكر بتاع التومين، عادي شغال برضو ما يقولش لأ. ده أول حاجة أنا هستخدمها معاك. بعد كده هستخدم أي نوع للقهوة عندي، اي نوع للقهوة، بس لازم تكون القهوة سادة. دي قهوة تركي، تمام. استخدمي بقى برازيلي تركي مصري مفيش اي مشكلة، استخدم اي نوع من انواع القهوة. هنقلبهم الاول مع بعض، هندوب السكر كويس جدا جدا. المكون التالت معانا هو زيت الزيتون. اللي معندهاش زيت زيتون ممكن تحط زيت الاطفال جونسون عادي، بس انا بحب دايما زيت الزيتون، بحب زيت الزيتون البكر. وهندوبهم مع بعض لحد ما الكميه بتاعتنا تشرب السكر. انا هنا يعني انا هنا خلاص خلصت معانا السكراب. اول حاجه لو انت هتستخدميه على جسمك يعني خدي الشاور الاول، يعني خدي شاور بميه دافيه الاول عشان نفتح مسام جسمك كده وتقدري تعملي سكراب على نظافه يعني. بعد كده بتمشي السكراب، بينفع كل المناطق حتى المنطقه الحساسه، بينفع كل الجسم ككل. بياخد معاكي 5 دقائق لحد ما تقدري ان انت تشطفي جسمك بيه عادي. بالنسبه للبشره اتعاملي معاها برفق زي ما انا هتعامل معاها كده، برفق بتاخدي الكميه بتاعتنا تمام. وهنا الايد برفق كده، البشره تحديدا لازم تتعامل مع سكراب القهوه كده برفق كده. هيخلصك تماما من الجلد الميت، هيساعدك على تفتيح بشرتك اهو. بس لازم تكون اساسا البشره بتاعتك معرضه لحمام بخار في الاول عشان تساعدك كمان على التقشير بسهوله. شايفين انتوا انا بتحرك بطريقه ناعمه جدا جدا جدا. بمجرد ما بتنتهي منه بتشطفي بشرتك عادي وتحط اي مرتب عليها، وكذلك جسمك بنفس الاسلوب بنفس النظام. السكراب ده تقدري تعمليه مره كل اسبوع، هيفرق معاكي جدا جدا جدا، وهيبان معاكي النتيجه من اول استعمال، هيذلك جميع طبقه الجلد الميت اللي موجوده في جسمك. تقدري تعمليه من اول البشره لحد القدمين. كمان الناس اللي ما عندهاش سكر ممكن تعمله بالشوفان، ممكن تعمله بالزبادي، بس لو هتعمليه بالزبادي هيبقى على قد بشره البشره واليدين بس، ما تحطوش على جسمك، بستحمل شويه اللبن يكون على الجسم. فيديو بسيط وسهل، يا رب ينال اعجابكم. ولو بيعجبكم وصفتنا بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.